يلا اليوم يا تاني رح نحكي عن الكيميكال كاينتيك الهايدروليسز اوف ميثيل اسيتيت. الاوبجكتيف اللي هو ايش؟ عشان نحدد الريت والاوردر اوف ذا رياكشن بتوين ميثيل اسيتيت اند هيدروكلوريك اسيد الهايدروليسز اوف ميثيل اسيتيت ان بريزنس اوف اتش سي ان. دائما بنقول الاوبزرفيشن والكونكلوجن. الكونكلوجن هو عباره عن جواب للاوبجكتيف، هدفنا نحدد الريت والorder of the reaction. فإذا بقول بالconclusion the rate of the reaction equal كذا والorder of the reaction إيش طلع معاي؟ So the first order reaction first zero second whatever. والobservation هي عبارة عن during التجربة شو لاحظتوا شو لقيتوا إنه ليش عملنا مثلا أو ليش طلع معي so the first order reaction، ليش عم بعمل مثلا أو ليش طلع عندي عم بعمل اللي هو replacement للفوليوم. هاي الأشياء during العملي بتحطوها بالobservation. طيب بالtheory the chemical kinetic are concerned with the rate which chemical reactions occur. The rate of chemical reaction can be described as ya imma the rate of reactant concentration decrease أو increase بال product concentration. طب خلينا نشوف هون يا تانية، خلينا نيجي نشوف هون في عنا اللي هو A زائد B بيعطينا C and D. فال rate of the reaction يا إما decrease minus يعني decrease الconcentration التغير بالconcentration للA على التغير بالT. التي small T يا تانية هي عبارة عن time، نفرق بين ما بين التي small والكابيتال T. كابيتال T بتاخدوها إن شاء الله الأسبوع الجاي اللي هي معناها temperature وsmall T هي time. إذا التغير بالconcentration للA على التغير بالconcentration للT في الضرب واحد على A، ونفس الشيء للB ونفس الشيء للC وللD. الفرق إنه هون في عنا minus لأنه عم بيقلوا، هون في عنا ما عنا minus لأنه the product concentration عم بتزيد. هلا الفاكتورز اللي بتأثر على rate of the reaction اللي هي reactant concentration temperature order of the reaction and presence of catalyst etc. هلا كيف reactant concentration عم بتأثر على rate of the reaction depend على order of the reaction. هلا رح نحكي بالإكزامبل اللي رح نحكي هلا كمان شوي. The relationship of the rate of the reaction. إذا كان عم نحكي عن A زائد B بتعطينا C and D with the reactant concentration can be described by the following equation. The rate of the reaction هو عبارة عن K K ضرب الconcentration للA ضرب الconcentration للB. ورح نلاحظ هون في عنا X وفي عنا Y. X رح نسميه هو is the order of the reaction with respect to the A، والY هو عبارة عن the order of the reaction with respect to the B. كيف بلاقي X وكيف بلاقي Y experimentally؟ وهل رح نحكي لكم كيف. طيب لو أجينا حكينا الK اللي هو الـ rate constant، كيف أنا باجي بحسب اليونت تبعته؟ إذا كان الـ reaction zero order reaction K بتكون وحدتها مول بير لتر بسكند، أو ممكن نحكيها مول liter minus 1 second minus 1. إذا كان عنا first order reaction K unit بتكون S to the power minus 1، أو إذا كان second order K بتكون L divided by مول ضرب S، أو ممكن نحكيها L في مول minus 1 second minus 1. طيب هلا في عنا كمان لما نيجي نحكي الـ overall order of the reaction بيكون عبارة عن مجموع X plus Y. خليني نجي نحكي عن هذا المثال اللي هو موجود عندكم في المانيوال بصفحة 18. هلأ الـ rate of the reaction تساوي K زي ما اتفقنا اللي هو K في A to the power X B to the power Y. كيف بدي أعرف X وكيف بدي أعرف Y؟ هلأ أولاً باجي باخد certain concentration من A و B. أخذنا 0.1 من A 0.1 من B، طلع عنا الـ initial rate of the reaction 20. تمام؟ عشان أعرف X هي 1 ولا 2 ولا 0 شو بعمل؟ باجي بضاعف الـ concentration للA، إذا بضربها بـ 2. هلأ بنفس الوقت لازم أثبت الـ concentration للB ما أغيرها. بعدين شو بعمل؟ بروح بأشوف الـ rate of the reaction شو صار.
إذا تضاعفت بنفس القيمة، يعني هون انضربت باثنين والrate of the reaction انضربت باثنين، يعني الK تساوي واحد. كيف يعني؟ يعني إذا تخيلوا يا تاني هون ضربنا الA باثنين، فاثنين to the power one، إذا الrate of the reaction صارها اثنين to the power one، إذا عنا KX واحد. طب إذا كانت Y، نحن غيرنا البوينت 1، عفوا الA ما غيرنا، خليناها بوينت 1، والconcentration of B ضربناها في 2. برجع بقول يا تانية عشان أعرف تأثير وعشان أحسب ال Y وال X، بثبت واحد وبغير واحد. فpoint 1 ضربناها ب 2 عشان أعرف ال Y قديش قيمتها. لاحظنا أن rate of the reaction من 20 ل 80. شو يعني؟ يعني إذا ضربنا ال B ب 2 to the power 2 يعني صارت 4، راح يصير في عنا الرياكشن تضاعفت 4 مرات، عشان هيك طلعت عنا Y. الاوفر اول رياكشن، الاوفر اول اوردر اوف ذا رياكشن بيكون 1 بلس 2. طيب in this experiment we are concerned with the effect of the concentration of the reactant. هلا generally increasing the concentration of the reactants will increase the reaction rate, but the exact way in which this effect occurs varies from reaction to another حسب the order of the reaction. زي قبل شوي حكينا انه نحن زدنا الconcentration هون ضربناها باثنين، rate of the reaction ضرب باثنين. بينما اذا زدنا الconcentration تبعت B باثنين، rate of the reaction ضرب بأربعة، لانه high to the power 2 high to the power 1. طيب اذا كان عندي zero order reaction، zero order reaction if the reaction is zero order reaction. طبعا انتوا يا تانية ما عندكم second order reaction، او مش مطلوب منكم second order reaction، مطلوب منكم بس zero order وال first order. هلا اذا كان عندنا zero order kinetic it will proceed at constant rate giving straight line. اذا نحن عملنا بلوت ما بين ال concentration reactant concentration versus اللي هو التايم، إذا نحن طبعاً يا تاني عملنا بلوت ما بين الconcentration والتايم بالأول، راح يصير في عنا straight line. هلأ هاي الstraight line يعني هذا reaction zero order reaction. بما إنه zero order reaction، طبعاً لا تحكولي طب أنا شو عرفني إنه هذا zero order reaction، لأنه إذا كان first order reaction يا تاني ما راح يعطيكم line، رح نرجع له هلا هيك رح يعطينا first order reaction، رح يعطينا مش line، رح يعطينا هيك. طيب إذا أنا طبقت وعملت concentration، حطيت concentration على y axis والtime على x axis وطلع عندي line، إذا هذا zero order reaction. فبالتالي equation بالzero order reaction هي عبارة عن concentration للA تساوي الانيشال كونسنتريشن للA ماينس K في T. بدنا ننتبه لشغلة يا تاني انه هاي هي الانيشال كونسنتريشن اللي هي عبارة عن ال Y intercept. اذا كان ما عندنا Y intercept مثلا كانت عندي هاي اول نقطة، بعمل extrapolation لاطلع الA initial. ودائما دائما معامل ال X axis، طبعا التايم عندنا هون، معامل ال X axis هو عبارة عن السلوب. فإذا بدي أطلع السلوب، طبعا أنا بدي أحسب K وبهمني أحسب الريت of the reaction K عشان أحسب الريت constant. عشان أحسب الريت constant كيف بحسبه؟ عن طريق السلوب of the line يساوي K minus K. طيب هلأ إذا بدي أجي أحسب T half وكان عندي zero order reaction، شو هو أولا T half؟ T half the time required for the reactant concentration to decrease to the half of its initial value. تصير عنا الوقت اللي تصير عنا الـ concentration النص، نص الـ initial concentration. هلأ في حالة zero order reaction يا تانية الـ T half بيعتمد على الـ initial concentration، بيعتمد على الـ initial concentration تقسيم 2 في K. تقسيم طبعا نحن K هون يا تانية بنكون طلعناها من الـ slope، فبعوضها والانيشال كونسنتريشن بكون ماخداها من الاكسترابوليشن من هذا اللاين، وباجي بحسب التي هاف. طيب اذا انا اروحت عوضت ما بين الكونسنتريشن والتايم وما طلع عندي لينير ريليشن شيب، هذا الشيء يعني انا عندي يا فيرست اوردر رياكشن.
هلا for first order reaction يا تانية. هلا بده يكون في عنا المعادلة هي كالتالي: log A تساوي ال log A initial ال A initial minus K في T على 2.303. طيب بهاي الحالة شو؟ قلنا بنروح بنشوف معامل X axis. شو هي معامل X axis؟ ال T. إذا minus K على 2.303 هي تساوي K. هاي أول شيء. طبعا أنا مطلوب مني يا تاني إني أحسب ال K عشان أحسب ال rate of the reaction. أول شيء بالبداية بحسب ال rate constant، بعدين بروح بحسب ال rate of the reaction. طيب أنا بأول ما بدي أعمل، وقبل ما أعمل أي إشي يا تانية، بدي أخلي هذا الشيء لينير. كيف بدي أخلي هذا الشيء لينير؟ عن طريق إني أنا بدي أخذ لوج الـ A دايركتلي تانية. بما إنه في لوج الـ A، إذا بدنا نرسم على سيمي لوج بيبر. هاي السيمي لوج بيبر يا تانية بدها تكون في عنا بما معنى لوج A، بس أنا ما بكتب لوج A، بكتب A لأنه هي أصلاً already as log. باجي برسمها versus time، وباجي باخذ من السلوب. بما انه انا ما اخذت اللوج هون، بقول لوج y2 ناقص لوج y1 على x2 ناقص x1، وبطلع منها السلوب. السلوب يساوي minus k على 2.303. عشان اطلع ال a initial، باجي بقول ال a initial يا تاني اللي هو ال y intercept. نرجع منقول ال y intercept تساوي ال a initial يا تانية، فبطلع منها اللي هو هاي، وبطلع منها ال k، وفي عنا different time بطلع منها log a. هلا رح تحكوا لي طب هاي الconcentration شو هي؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن c remained يا تانية. ما معنى كلمة remained؟ c remained هي عبارة عن c initial ناقص كل ال c reacted. هلا إذا بدنا نطلع ال c remained اللي على الاكس اكسس، عفوا على الواي اكسس، هي عباره عن السي انيشال ناقص السي رياكتنت. طيب فبدايه لما بدنا نعمل كالكوليشن، هلا اول شيء بدنا نعمل كالكوليشن عشان اطلع الكونسنتريشن تبعت الريمين، بعدين بطلع فيرسس تايم، وبعدين برسم الرسمه على سيميلوك بيبر وبطلع منها تي هاف. بدنا تي هاف والكي والريت اوف ذا رياكشن. هلا بدنا ننتبه لشغله يا تاني، انه الهاف لايف في حاله الفيرست اوردر رياكشن هو كونستنت، ديد نوت ديبند على الاي انيشال. فلانه تي هاف تساوي 0.693 على كي، بينما اذا بتتذكروا حكينا تي هاف بالزيرو اوردر رياكشن كانت الاي انيشال على 2 كي. فاذا اذا الزيرو اوردر رياكشن بيعتمد على الاي انيشال، لكن الـ first order reaction ما بيعتمد على الـ T half تبعتنا، ما بتعتمد على الـ initial concentration. خلينا نيجي نحكي عن الـ reaction اللي احنا عنا اياه. عنا مثل acetate مع HCl، طبعا HCl بالwater منكتب H3+ O+. رح يعطينا acetic acid و CH3OH و plus H. هلأ إذا كانت هاي first order يا تانية وهاي first order reaction، رح يكون عندنا الـ overall second order. طبعاً نحن هاي شيء مش موجود عندنا أو خطأ. رح تحكوا لي طب شو يعني؟ هلأ الـ HCl اللي هون اللي هي H3O+، إذا لاحظتوا يا تاني هي موجودة بالـ reactant وموجودة إيش؟ بالـ product. برضك نحن حاطين الـ H3O+ excess amount. هذا يعني لو قللنا شوي أو زدنا شوي من الـ H3O+ ما رح تزيد الرياكشن ورح تقلله، فيعني ما رح يعتمد على الـ concentration of H3O+. إذن بيعتمد على الـ concentration تبعت مين؟ تبعت الـ CH3COOCH3. في هاي الحالة لما ما يكون يعتمد على واحدة من الـ reactant وبيعتمد على الواحدة منهم، بنسميه pseudo first order reaction. مش first، بنسميه pseudo first order reaction. شو يعني pseudo first order reaction؟ أو apparent pseudo apparent first order reaction. هذا pseudo first order reaction يا تانية شبيه لا، يعني أنا بدي أجي أطبق قوانين
واطلع الكي واطلع rate of the reaction بعتمد على هدول الايكويجن يا تاني. لكن هو سمي بسودو فيرست اوردر رياكشن لانه ما بيعتمد على وحده من الرياكتنت كونسنتريشن. فهذا بنسميه apparent first order reaction او pseudo first order reaction. خلينا نيجي نحكي عن العملي. العملية الثانية هو بالبداية بنحط بالبداية حطينا ال HCl blank بنعبي HCl. طبعا في عنا HCl, في عنا مثل أسيتات, في عنا 0.2 NaOH للتيترنت. ال HCl راح أعبي roughly volume, يعني مش شرط يكون بالضبط بالضبط 100 ml. هذا ليش؟ فور بلانك. هل راح احكي لكم ليش البلانك هذا, وراح اعبي 100 ml. شرط يكونوا 100 ml؟ لا, ممكن احطه 200 عادي, ممكن يكون 150 عادي, لانه هذا از بلانك يا ثاني راح اخذ منه 5 ml واعمل له تايتريشن, وبلس كل ما اسحب من الميكشر او الرياكشن 5 ml بدي ارجع منه 5 ml من البلانك. اذا هذا البلانك شغلتين وظيفته. اول شغله اساس اعمل ريبليسمنت لما اسحب عيناتي, وتاني شغل عشان اخذ 5 ml منه واعمل تايتريشن. هل شرط يكون 100 ml؟ اتفقنا انه لا, مش شرط يكون اكزاكتلي 100 ml. طيب راح اروح اعبي 100 ml HCl accurately measured. لازم تكون يعني ال 100 ml بالضبط 100 ml by using volumetric flask. هاي 100 ml راح استخدمها في التفاعل. يعني نحن اتفقنا من البداية راح يصير في عنا هيدروليسز للميثيل أسيتات عن طريق وجود إيش؟ الـ HCl والميثيل أسيتات اللي هو 5 ml. فبالتالي هذا لما أستخدم الرياكشن الـ 100 ml بالرياكشن بدي أستخدمه يا تانية بفوليومتريك فلاسك. تمام. هلأ صفى عندي, بدي أجي أحط كمان الميثيل أسيتات. هلأ هاي الميثيل أسيتات يا تانية roughly volume راح أحطها, لأنه بدي أحطه على درجة حرارة بعدين أسحب منها الخمسة ml. فإذا بأخذ قد ما بدي 30 ml, 40 ml, 10 ml, 20 ml, بدكم إياه. بس لما بدي أجي أحط وأعمل الرياكشن لازم أخذ exactly 5 ml. طب ليش بأخذ زيادة؟ هلأ تاني أنا بدي أحط هدول كلهم على الووتر باث عشان يصير في عنا thermal equilibrium. فديورينج الربع ساعة اللي بحطهم عشان يصير في عنا thermal equilibrium بخاف يصير في loss أو evaporation, فبحط extra amount من الميثيل أسيتات, وبعد ربع ساعة بسحب منهم 5 ml. إذا سكرناهم لازم يكون في عنا stoppered أو بارافيلم double layer, بنحط double layer بارافيلم. وشو بعمل؟ بروح على الووتر باث وبحطهم لمدة ربع ساعة. هيك صار عندي ثلاث شغلات, صار عندي مثل أسيتات, وصار عندي HCl blank, وصار في عندي 100 ml بفوليومتريك بلاسك HCl عشان أعمل فيه الرياكشن. هلأ بعد مرور ربع ساعة وبعد ما يصير في عنا thermal equilibrium اللي راح يصير في عنا يا تانية, راح أخذ 100 ml ال HCl اللي أنا حضرتها للرياكشن وهحطها بالأرنماير فلاسك, وراح أروح أجيب بايبت عشان أخذ 5 ml من الميثيل أسيتات. احنا اتفقنا في عنا الميثيل أسيتات انا حطيته اكسترا اماونت, فراح اخذ منه 5 ml, وهي ال 5 ml راح اجي انقلها وين؟ راح اجي انقلها على الايرني ماير فلاسك اللي صار فيه الرياكشن. وانس يا تانية حطيناهم دايركتلي بحسب الوقت. مثلا أنا بلشت على 9, خلص بصير أخذ cumulative time حسب التايم سكيدجول اللي بيعطينا إياه السوبرفايزر. يعني أنا أعطيتكم 5, 10, 15, خلص بصير الساعة 9 بأخذ سامبل, 9 و 5, 9 و 10, 9 و ربع, يعني cumulative time من أول ما بلشنا. طيب شلنا الـ excess amount من مثل أسيتات, هيك صار في عنا اللي هو 105 يا تاني, 5 مثل أسيتات و 100 ml اللي هو accurately measured بفوليومتريك فلاسك, وحطيناهم وبلشنا نحسب التايم للرياكشن. during هذا الوقت بدي أجي أعمل titration لل HCl البلانك. هلأ ليش؟ هلأ بحكي لكم during الشرح.
هلا باخذ يا ثانية 5 ml وبدي اروح احطها ب انيماري فلاسك وبدي اروح اجيب 75 مل من الثلج. هلا تحكوا لي طب ليش استخدمنا الثلج هون؟ بالعاده انا بستخدم الثلج في حاله الرياكشن تو ستوب ذا رياكشن عشان توقف الرياكشن، وهون استخدمتها بالاتش سي ال اكيد ما عندي تفاعل، بس ليش استخدمتها؟ بس عشان يكون ذا سيم كونديشن، لاني انا لما بدي اعمل تايتريشن للرياكشن بدي استخدم الثلج عشان يوقف التفاعل، هون بستخدمه بس عشان اكون نفس الكونديشن تبعت التايتريشن لما اعمل تايتريشن للميكستشر او للرياكشن. حطينا 75 مل من الثلج، بدي اروح يا ثاني احط فينول فاتالين از انديكيتر واعمل تايتريشن ب 0.2 نورمال ان اي اتش. هلا رح تحكوا لي طب ليش نحن عملنا تايتريشن اصلا ب اتش سي ال، او ليش بدي اعمل تايتريشن لل اتش سي ال؟ هلا ال ان اي او اتش يا ثاني في حاله التفاعل، لما يكون في عندي تفاعل بينزل على فلاسك فيه اسيتيك اسيد وفيه اتش سي ال، فهو بيتفاعل فعليا مع الاسيتيك اسيد والاتش سي ال. فلما اروح على التفاعل يا ثاني واشوف الاند بوينت تبعت ال ان اي او اتش، انا اصلا بدي ال ان اي او اتش اللي تفاعلت مع الاسيتيك اسيد بس لحالها، طيب هو عم بتفاعل مع ال HCl، فبروح بعمل تايتريشن ال HCl لحالها عشان اشوف قديش الاند بوينت تبعتي، وبروح بنقصها من الاند بوينت تبعت الرياكشن بوينت، راح احكي لكم اياها بالكالكوليشن اجين. فهلا نحن بدنا نستبعد كل ال NaOH اللي تفاعلت مع ال HCl، كيف؟ بعمل تايتريشن مع ال HCl وبشوف قديش صارت عندي الاند بوينت. هلا بعمل تايتريشن زي ما اتفقنا ب 0.2 NaOH نورمال NaOH، والاند بوينت بدها تكون من كلرلس لبينك فاتح. لازم اعمل تايتريشن يا ثاني بفلاسك كبير واعمل جود شيكينج. هلا اذا استخدمنا فلاسك صغير ممكن وانا اعمل شيكينج اسكب شيء من الميكشر اللي عندي اياه جوا، شوفوا هاي الاند بوينت. وإذا نحن ما عملنا good shaking ممكن يصير في عنا overestimation للend point، النط الend point تبعتي تنط وهي أصلاً أكون مارقة عنها وأنا مش منتبهة لأني مش عاملة good shaking. شوفوا يا تانية مرق الوقت، بروح باخد طبعاً التايم سكيدجول رح نعطيكم إياه، باخد أول سامبل من التفاعل من الميكشر، أما بقول تاني ما أقول ميكشر تفاعل أو reaction هو نفس الشيء قصدي، وبعمل replacement ببايبت تاني، في عندي بايبت اسحب عينه وبايبت ثاني عشان اعمل ريبليسمنت. ليش الريبليسمنت؟ عشان يضل عندي فيكست فوليوم، ما يتغير الفوليوم، عشان الكالكوليشن تبعتي مش كل مره اقسم على فوليوم مره 105 مره 100 مره 95 وهكذا، لا باجي كل مره بعمل ريبليسمنت للفوليوم عشان يضل عندي بالضبط الحجم 105. طيب هلا بعد ما أخذتها عشان أوقف التفاعل بهذا الوقت، عشان أقيس بهذا الوقت بالضبط، بوقف التفاعل عن طريق إضافة الثلج، بضيف الثلج اللي هو 75 مل من الثلج، وبروح بعمل تايتريشن نفس الشيء ب 0.2 نورمال NaOH، والإند بوينت بدها تكون عندي ما من كلرلس ل بينك فاتح زي ما اتفقنا قبل شوي، او زي ما طلع معنا قبل شوي بحال لما عملنا التايتريشن مع ال HCl لحاله. اذا هي عندنا وهي عندنا الاند بوينت، تمام. هلا خلينا نيجي نحكي عن الكالكوليشن. بالكالكوليشن يا تانية بس خلينا نفتح الريبورت عشان لما نيجي نحكي عن الكالكوليشن تعرفوا كيف أنا بعبي الريبورت. أوكي. هلأ بالكالكوليشن بداية، هلأ في عنا هذا التيبل التايتريشن أو الإند بوينت تبعت ال NaOH اللي هي react with a mixture، اتفقنا mixture reaction تفاعل هو نفس المغزى، وفي عنا اللي هو ال NaOH that react with HCl، اتفقنا يا تانية ال HCl only one time نعملها، بس مرة واحدة بنعملها، يعني مو دائما ال HCl رح نعملها هي كبلانك، قديش ال NaOH تفاعل مع ال HCl و that's it،
هي مرة واحدة، فرح تلاقوا هذا الكولوم كله نفس الرقم. مين اللي بيتغير؟ بيتغير الـ volume of NaOH, NaOH that react with the mixture مع التايم. يعني كمية الـ NaOH على مثلاً خمس دقائق غير عن كمية الـ NaOH اللي على مثلاً نص ساعة، أو غير على عشر دقائق، فهدول الكميات عنا مختلفة. طيب، عشان أول شيء كيف بحسب الحسابات يا تاني؟ خلينا نيجي نقول في عنا total، في عنا total amount of NaOH that react with the mixture. لفرضا عنا هنا خمس دقائق، أعطيناكم عشر دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، مثلا هو 60 دقيقة 1 hour، وفي عنا مثلا 120 دقيقة لمدة ساعتين. هلا التوتال ميل اوف 0.2 NaOH that react with the mixture، لفرضا كان عنا اللي هو 25، طلعت معي على العشر دقائق كانت عندي اللي هي مثلا 27، هنا مثلا 29، وهكذا راح يتغير معي. قديش NaOH that react with the HCl راح تكون fixed؟ 20 بس راح اعبيها يا تاني عشان تعرفوا انه نفس الرقم. هلا بعديها عشان احسب الديفرنس للام ان ميل اوف 0.2 نورمال NaOH ميكشر اللي هي ناقص البلانك، يعني هي 25 ناقص 20، اذا الفرق 5. ايش هاي الخمسة؟ هاي الخمسة ml of NaOH that react with the acetic acid. هيك أنا استبعدت كل الـ NaOH اللي تفاعلت مع الـ HCl، بس بدي الـ NaOH اللي تفاعلت مع الـ acetic acid، وهي أول calculation رح نعملها. هاي step 1. step 2 calculation of ester concentration initial concentration of methyl acetate C initial. يا تاني الـ ester concentration C initial يا تاني بتنحسب بس only one time، بس مرة واحدة. كيف بحسبها؟ الـ weight of methyl acetate تساوي الـ density بالvolume. الـ density 0.93 جرام بر مل في 5 ml. هلأ رح تحكوا لي ليش هاي الـ 5 ml؟ تتذكروا يا تاني نحن بداية أول شيء شو عملنا؟ أخذنا 5 ml من الميثل أسيتات و 100 ml HCl. هلأ فهاي الـ 5 ml هي ناتجة عن بالبداية أخذت 5 مل مثل أسيتات، لفرضاً طلع الجواب X. هذا الـ X جرام باجي بقسمه على 105. ليش 105؟ لأنه كلهم كانوا 5 مثل أسيتات و 100 HCl، فكله على بعضه 105. ضرب 100% بيطلع عندي percent weight per volume. بعدين بقسمها على المولر by divide the final answer على المولر ماس of methyl acetate. إذن هيك بنكون نحن حسبنا يا تاني إيش هنا الـ C initial، وهذا الـ C initial لفرضاً نيجي نحكي كان مثلاً نيجي نحكي 0.9 كان 0.9. هلأ هون شو بدي يكون؟ برضو 0.9، فإذن هو ثابت لكل الرياكشن. طبعا تانية هذه الارقام هي بس هيك فور اكزامبل، مش انها صحيحه. طيب هلا شنو راح يفرق عندي؟ راح يفرق عندي اللي هو السي رياكت. بنرجع بنقول كيف حسبنا السي كونسنتريشن الانيشال كونسنتريشن؟ سمبلي بضرب الدنسيتي بالفوليوم 0.93 ضرب 5 تقسيم 105، بعدين بقسمها على المولر ماس، وهلا بعطيكم اياها باخر الميتينج. هيك طلعناها. هلا الستيب اللي وراها بدي اروح يا تاني اعمل كالكوليشن للاستر كونسنتريشن السي رياكتد. اتفقنا انه هو السي الكونسنتريشن بالتوتال هو عباره عن السي رياكت وبلس السي ريمين. انا بدي السي ريمين عشان احطها على الواي اكسس. هلا بطلع السي رياكتد يا تاني وبنقصها من الكونسنتريشن البدايه اللي عندي اياها، فبطلع السي ريمين. طيب كيف بدي اطلع الرياكتد
concentration. بدنا نتذكر شغلة بداية إنه CH3COOH plus NaOH بيعطينا CH3COONa plus H2O. فالنمبر أوف مول تبعت الـ NaOH هي تساوي النمبر أوف مولز تبعت مين؟ الأسيتيك أسيد. هلأ الفوليوم تبعت الـ NaOH اللي صار لها رياكشن مع CH3COOH يا تانية هي تساوي النمبر أوف مولز للـ CH3COOH. فبالتالي إذا بدي أحسب قديش عندي هون number of moles لل CH3COOH هي تساوي الفوليوم يا تانية في المولاريتي. المولاريتي تبعت الـ NaOH 0.2، نحن من البداية استخدمنا 0.2 NaOH ضرب الفوليوم الـ NaOH that react with the acetic acid هي عبارة عن الفرق، هي عبارة عن الفرق. فمش باجي لا بضرب بخمسة وعشرين ولا بعشرين، بضرب بالفرق يا تاني اللي هو بالكولوم الثالث. يعني إذا بالأول بضرب بخمسة بالتاني بضرب بسبعة وبالثالث بضرب بتسعة مثلا، عم بقول على حسب الأرقام اللي عندي. طيب طلعنا هيك النمبر أوف مولز تبعت الأسيتيك أسيد عن طريق ضربت 0.2 بالفرق بالفوليوم تبعت الـ NaOH اللي هي مسمى آخر هي الـ NaOH that react with CH3COOH. هلا النمبر اوف مولز تبعت السي اتش 3 سي او او اتش هي نفس المولات من او النمبر اوف مولز للسي اتش 3 سي او او سي اتش 3. فاللي بيطلع عندي اياه هون هو نفس السي اتش 3 هو الميثيل اسيتات، نفس عدد مولات الميثيل اسيتات، وتساوي العدد المولات تبعت الميثيل اسيتات هي بتساوي المولاريتي تبعتها تبعت السي رياكتنت ضرب الفوليوم. هلا نحن يا تانية على كل تايم سكيدجول اخذنا 5 ml وعملنا لهم تايتريشن، فعشان هيك بنضربها ب 5 ml ولا ننسى نضربها في 10 اس ماينس 3 لانها هاي بالمل وبدي احولها للليتر. فهلا الرقم اللي عندي اياه هون طلع النمبر اوف مولز ل CH3COOH بدها تكون هون موجود نفس الرقم النمبر اوف مولز ل CH، لانه هو 1 مول من من الاسيتيك اسيد تساوي 1 مول من الميثيل اسيتات. فكرقم هذا موجود عندي صار يساوي المولر كونسنتريشن للرياكتد كونسنتريشن المولاريتي تبعت الرياكتد كونسنتريشن ضرب الفوليوم اللي هو اتفقنا 5 لانه كل تايم اخذت 5 ام ان وعملت لهم تايتريشن. اها طيب اذا صف اللي انا مو عارفه اللي هو بس المولاريتي اوف سي رياكتد. فاذا عشان اطلعها زي ما اتفقنا بقول نمبر اوف مولز للسي اتش 3 سي او او سي اتش 3 تقسيم اللي هو 5 ام ال. طيب هلا ستيب 4 طبعا ثاني هلا صفى نحن عارفين الكونسنتريشن اللي هون اللي هي رياكتد كونسنتريشن، بصفي في عندي اللي هو الاستر كونسنتريشن اللي هو السيريمين. واحنا اتفقنا السيريمين لفرضا هاي لفرضا نقول يا تاني اللي هو الاستر كونسنتريشن رياكتد مثلا كانت عندنا مثلا نقول بوينت هون بوينت 1 بعدين لا مثلا هون يا تانية نيجي نقول خلينا نقللها مثلا بوينت 4 هون صارت عندنا بوينت 3 تمام. هلا الاستر كونسنتريشن هو عبارة عن الفرق اللي هو الريمين سي كونسنتريشن ريمين هو عبارة عن الفرق ما بين الانيشيال ناقص الرياكتنت، فبالتالي هي عبارة عن 0.9 ناقص 0.4 تمام، واللي وراها بتكون 0.9 ناقص 0.3 وهكذا. وهيك نحن بنكون طلعنا الايش السي ريمين. بعد ما طلعنا السي ريمين يا تانية بروح بدي احدد الاوردر اوف ذا رياكشن. احنا حكينا عشان نعرف الاوردر اوف ذا رياكشن بالبدايه بروح برسم زي كاني انا مش عارفه شو هو، بروح برسم على جراف بيبر بروح برسمها بشوف والله اذا ما بين السي ريمين وما بين التايم طلع عندي لينير ريليشن شيب اذا ذاتس ات بيكون زيرو اوردر رياكشن، وهذا ما راح يطلع لنا طبعا يا ثانيه.
بروح برسم على سيميلوك بيبر وبشوف ها إنه بدي أعمله لينير ريليشن شيب، فبروح إيش بعمل؟ باخد اللوج وبرسم بس عشان مرة تانية كيف بعرف إنه first order من zero order؟ بروح برسم أول شيء سيريمير مع التايم، وإذا طلع عندي لينير بيكون zero order، إذا مش لينير بيكون first order. طيب طلع عندي مش لينير، والمفروض يطلع معكم مش لينير، بروح برسم على سيميلوج بيبر وبروح بحط على الواي اكسس اللي هو الريميند اخر كولوم طلع معي، يعني هذا اللي هون اخر كولوم، وباجي بحط ما على التايم بالاول وبرسم يا ثانيه اللي هو اللي هو لوج ال A تساوي طبعا القانون عندنا لوج A الانيشال ماينس K في T على 2.303. هلا السلوب بهاي الحالة ماينس K على 2.303، K تساوي السلوب طبعا ماينس، بدكم تنتبهوا انه هون في ماينس، ماينس السلوب ضرب 2.303، هيك طلعنا K. طلعوا T هاف يا ثانية ما عندي مشكلة، بس عشان تتدربوا كيف تطلعوها. والريت اوف ذا رياكشن كيف بحسبه؟ عن طريق الكي برايم ضرب الانيشال كونسنتريشن للميثيل اسيتات. الكي برايم يساوي اللي هو الكي ضرب الكونسنتريشن اتش سي ال، اتش سي ال عباره عن 1 نورمال 1 مولر، فبالتالي 1، فبصفي عندنا اللي هو عباره عن الكي، اذا الكي برايم المقصود فيها بمعنى اخر الكي لانه الاتش سي ال 1. الكي حسبناها قبل شوي من المعادله من هون، يا ثاني حسبناها من هون هي ماينس سلوب 2.303، فبعد ما حسبته باجي بحط وبعوض الكي هون في الانيشال كونسنتريشن للميثيل اسيتات ذاتس ات. الاوبزرفيشن اند كونكلوجن بدكم تحددوا هو فيرست اوردر رياكشن زيرو اوردر سو فيرست اوردر رياكشن، واذا منتبهين هون يا ثاني بدكم تعبوا انه ايش الرياكشن اوردر، so the first order reaction، the slope شو هو the slope المقصد يا تاني قبل ما تطلعوا الكي، والreaction rate constant، بعدين طلعوا reaction rate، بعدين بدكم تحطوا example of calculation هون، بعد ما تحطوا example of calculation بدكم تحطوا observation، وبعد ما تحطوا observation بدكم تستخدموا السيميلوك paper. تاني أنا بعملكم الأبلود للسيميلوك paper، بلاش تستخدموا هاي paper الموجودة عندكم هون. طيب هيك نحن بنكون الحمد لله خلصنا كل شيء من تجربتنا لليوم. إذا في حدا عنده أي استفسار يا تاني